الو، الو، ايه يا حبيبي، ايه الاخبار؟ تمام. ايه انت لسه ما نمتيش ليه؟ لا لسه. لسه ما نمتيش؟ لا لسه ليه كده؟ كده. طب انت لسه هيفضل صوتك زعلان كده ولا ايه؟ لا انا مش زعلان. مش شايفة طب بص نفسك؟ بص 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 هكلمك تاني، ماما داخله. يلا باي باي. بحلم بيك، أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. بحلم بيك، أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك، أنا بحلم بيك بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك. لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك. وخيالك بيكون وياي ويايا، ونجاه صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني. ونجاه صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني. والشوق يناديلك جوايا، وانا 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 انا 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 بتونس بيك وانت معايا. بحلم بالجنة اللي خيالي قبل الحب ما كانش طالها. بحلم وبحبك يا حبيبي قد الحب ما كانش طالها. وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي، وباجمل اسم مناديلك يا حبيب قلبي. وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي، وباجمل اسم مناديلك يا حبيب قلبي. وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا، وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي هنية أحلم بيك، أنا بحلم بيك.
بتمر ساعات بعد لقانا والروح لوجودك عطشانة توحشني عنيك وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر ساعات بعد لقانا والروح لوجودك عطشانة توحشني عنيك وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيني يا جيلك من غير ما وعيقيت ويا دوبك وفي نفس الثانية بلايك قدامي عليا والايد في الايد على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيني يا جيلك من غير ما وعيقيت ويا دوبك وفي نفس الثانية بلايك قدامي عليا والايد في الايد لما تقرب ها انا بتونس بيك واما بتبعد ها انا بتونس بيك لما تقرب ها انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون ويايا ويايا وانجه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعد في البعد بيحرسني والشوق يناديلك جواي وانا 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 انا 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 بتونس بيك وانت معايا قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول استناك على طول يا حبيبي استناك على طول ليل نهار بقول يا حبيبي ليل نهار بقول ليل نهار بقول يا حبيبي ليل نهار بقول ياللي محدش قالك عالشوق اللي انا فيه بكره الشوق يوصلنا وتجرب ليالي وما سالتش فيا يبقى كفايه عليا وما سالتش فيا يبقى كفايه عليا عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك بعدين؟ إيه؟ ارتحت يعني مصلحتني خلاص؟ أكيد طبعاً ارتحت لما سمعت صوتك وصلحتك فعلاً؟ أكيد طبعاً أوكي نص ساعة وتكون عندي اتفقنا؟ أكيد طبعاً اتفقنا أنا هقوم أجهز دلوقتي أكيد طبعاً بابا حبيبي تسلميلي بابا هو ده الحلو بإيفال محمد ودينا انه ما حسينا انه كل واحد غنى مقطع مقطع من اغنيه بعدين فلوا اثنيناتهم حبيت انه كان في كوميونيكيشن تواصل كيف كانوا عم بيردوا على بعضهم اختيار الاغنيتين كان كمان كثير مناسب وبين انه الشغل كان سيريس وانه كان في شغل بالنسبه للصوت انا بالنسبه عند محمد بفضل انه يبلش يركز اكثر على اللفظ لانه في محلات لفظ ما عم بيكون كثير منيح وهذا الشيء ما عم بيساعده ليشيل شويه نزال اللي باقي بصوته واستعمل نيوانسات حلوين وبالاجمال كان حلو بتاني باساج افضل من الاول وكمل الحلو اما بالنسبه لدينا فاكيد الصوت كثير حلو والتامبر كثير حلو وفي بريزانس بالصوت يعني صوتها موجود وما فينا ما نسمعها وعم بتغني ولكن اليوم حسيتها هيك شوي مش مركزة قد العادة في عنا آخر أحرف بالكلمات ما كنا عم نسمعهم وما كنا عم نسمع القفلة مظبوط هدول اللي لازم يكونوا ثابتين أكتر بالنسبة لللفظ وهذا الشيء بيساعد بالمغنى وفضل تستعمل شوية نيوانس أكتر وكانت إنه تعطي بروجكسيون ظهر صوتها شوي أكتر لبرا بس بالإجمال ما في مشاكل والغنى كان كتير حلو بحب أقول إنه إذا من رابع جمعة في هالنتيجة كلها بين كل التلاميذ بفتكر هاي السنة أحسن مرة إذا هلا عم بيعطوا هالنتيجة كيف تا إذا
تقدم البروغرام بعدين شو رح يعطونا شيء حلو كتير. هلأ عند محمد عباس في شغل كتير عوقفته وبده يعمل كنترول على حاله تبس يشغل فتحة تمه وينسى انه جسمه موجود تيقدر يعطينا الأداء الحلو يلي موجود كمان بصوته لأنه صوته جميل جدا. هلأ دينا في نضوج قوي شي بخوف، حلو كتير صوتها بس بعد ما سمعت صوتها على العالي. هلأ في صوت ضخامة لتحت بس بعد في شغل على النوتات العالية. أحلى شي بهالإيفال بهالفكرة إنه عم يطرحوا قصة حب معاصرة جدا، مش ميلودرام ولا شي، هي عم تضحك عليه وبتلعب عليه وبتقول له إنه حزينة وبتسكر وبتضحك، هو بنام بقوم بس تقول له كلمة حلوة بصير يترقوص. يعني يعني مش قابضينا إنه عاملينها ميلودرام، بالعكس عاملين قصة لذيذة مهضومة هيك علاقة، يعني علاقة إنه مصاحبين يعني هيك مهضومين. إجت الماما وما إجت الماما وما بعرف شو، بغض النظر عن هول أنا اليوم مثلا شفت محمد عباس ما بعرفه من قبل، يعني هل نوع من الإيفال، خليني أتعرف على حدا لذيذ مهضوم خفيف الظل حركاته مهضومة، كل ما قال وإن ما سألتش بيا بيعمل حركة إنه بدي يقتله أو شي لذيذ. هي عندها حضور رهيب، صرنا قايلين 100 مرة رهيب وكل مرة بتثبت هالشي، بس هي عم بتغني اليوم يمكن منيح للكاركتير اللي عم تلعبه انه عم زدتهم زد هيك بلا احساس، يعني كأنه عم ضحك عليه بتونس بيك انه لانه ما حس، يعني كان في تكرار يمكن بكيف أدت الغنية، يعني سطحية كانت كشعور، يمكن صوت حلو كتير بس مثل ما قلت ليسلي ما عطيت قد ما هو عطى، يعني هو اتطور. مسألة دينا بنت فنانة عندها حضور قوي كتير ونضوج بهالحضور وبريزانس، بتاكل الجو حواليها. ياريت صوتها يصير كمان ينشغل عليه على هالمستوى، عن جد بتصير مشروع حدا متكامل، فنان متكامل. طبعا في إيجابية كبيرة بيلي قدموا محمد ودينا، حبيت كيف قسموا الإسباس لمكانين مختلفين، فهمنا إنه هن بعاد عن بعضهم. حبيت استعمال التليفون كيف يعني متزعلين وهي عم تتغنج عليه وما بدها إنه يرضيها وما بدها إنه يرضيها، كتير لقيت هيدا الشيء قريب من المشاهد، يعني قريب على القلب. بس كان لازم أنا برأيي يقسموا مشهدهم بطريقة إنه البداية كانت منيحة، الوعي من النوم كانت منيحة، اتصل فيها بلش يغني لها بلش تغني له كتير حلو، حطوا التليفونات تيغنوا هنن وعم بيلبسوا التيبون، وهون صار في مماطلة، يعني في إتاب في يعني مرحلة من هالمراحل طالت كتير. لما طالت المرحلة حسينا بريبيتيسيون بنفس الشيء، هون فقدنا الشعور. هو الشعور موجود بس لأنه ما تطور، لأنه المشهد بيتطور، إذا بمحل المشهد ما تطور بحس الواحد انه الشعور ما تطور، هو لانه المشهد ما تطور. يعني في شيء اغنيتين حسيتهم دترو يعني زياده عن اللزوم، لبين ما اجت القفله انه يلا كون عندي بعد نص ساعه، هيدي كمان كانت مجانيه. يعني انا بالنسبه لي انه بيسالها طب شو انه خلص بيجي او ما يعني بيجي لعندك او ما بيجي، انه رضيتي او ما رضيتي، صلحتيني او ما صلحتيني، هو هيك تفاصيل بتصلح لهم اياها بكره انا بالصف. ولكن يلي فاجأني فعلا، أنا دينا بعرف أنه عندها حضور وصوتها حلو، فاجأني محمد عباس لو كانوا حركاته شوي متكررة ولكن كان في محاولة جيدة. يعني نحن اليوم أهم شيء بستار أكاديمي المحاولة،
لما بتكون المحاولة منا فظيعة بدها تصليح، نحن هون لنصلح ولن هيدا، بس نحن بهمنا المحاولة، والمحاولة كانت جيدة وجميلة. أنا بالنسبة لي تكمل اللي قلتي، مثل ما شفت أنه كان في تكرار بالحركة، أنا شفت أنه عيدوا حالهم بالمغنى، كان فيهم يقطشوا المشهد قبل، لأنه عيدوا المغنى اللي غنوا نفسه يعني، بس بغير كلمات، أنه ما فهمت لا عدو، بالعكس كيفين يخلصوا هنيك بيخففوا عن حالهم أخطاء وبيخففوا عن حالهم تكرار. بالنسبة لدينا، أنا قلت بركة مش حافظة كتير الغنية، يعني متعلمتها جديد أو حافظتها بسرعة أو مش حافظت لها تفاصيلها، عندها خيمة كتير حلوة، ولكن اليوم حسيت الأداء تبعها أضعف من من الطابع والخيمة تبعها. الأداء تبع دينا ناقصه خبرة، يعني هي بس تقولي لها شو بدها تعمل أو تقولي لها العربي بدها تعملها بتعملها وبتزبط، بس هي تجي منها بحس في شوية ضعف بالأفكار بالمغنى مشان هيك أنا لأنه بشتغل معها وقتها من حضر البرايمات وقتها بينقلها بتعمل، بس وقتها إذا ما لفتني لنظرها نقصها شوية هيك عجن بالغناء الطرابي وبالإحساس وبالعرب، بتخيل بيجوا مع الوقت، بس ضروري ينضج هالشي عندها لأنه بحاجة صوتها لهالزينة تيكمل أكتر. بس شغله اليوم اول مره بنشوفها عم تتحرك، يعني اول مره بنشوف في جهد من لا انه بالبرايم غنت بالبرايم بس كمشهد يعني بالايفاليت، يعني بدها شوي تركز اكثر على التفصيل على كيف بدها تظهر الغنيه باي حله، شو تلبسها وكيف تزينها، واكيد انه بالاغنيه كان في كتير افلات مش مزبوطه وكان في كتير نوتات حتى بالسكه اللحنيه مش مزبوطه. محمد عباس اول ما بلش بحلم بيك قلت له انه شو عمل مش كتير زابطه، بس وقت غنى بتاني مقطع واخذ الطبقه المناسبه فعلا شفت محمد عباس اللي انا بعرفه اللي هو احساس كتير حلو، اللي هو عنده حنان بصوته وعنده كمان خيمه كتير مميزه وحلوه. عنده شغلة محمد عباس بيعملها أنه وقتها بده يعرب هيك شعربة مسكرة على حرف مسكر بيدير صوبه عن صوته عن نزال، يعني بيبين شوي خنه هو عم بغني، بقى هيدا أكيد بتنشغل، ولكن إحساسه كتير حلو وعنده حنان بصوته كتير حلو، وإن شاء الله اثنيناتهم بيكتسبوا أكتر من الأساتذة يقدروا يحسنوا أدائهم.